تحية طيبة لكل الفلاحين، مرحبا بكم عبر قناتنا الفلاحية. إذا ما زلنا مع شجرة التين، هذه المرة سنتعرف عن أنواع التين وأجود أنواع التين التي إن شاء الله أن تكون إن شاء الله خير للجميع بإذن الله تعالى. إذا متابعينا نتعرف عن هذه النوعية لشجرة التين. إذا نشاهد معكم ثمار هذه الشجرة، يعني هي مميزة وطيبة جدا من حيث المذاق وأيضا من حيث الإنجاب، يعني هي الإنجاب تنجب كثيرا. إذا كما نلاحظ هنا معكم في الصورة كحبات التين، هنا مثلا هنا سنشاهد معكم حبات بدأت في النضج هنا، ما شاء الله تبارك الرحمن. نشاهد معكم هي إحدى الأنواع لهذا التين المميز. هنا نشاهد معكم ثمار هذا التين، هي تنضج مرة ثم سننتظر فترة أخرى ما بين يعني 15 إلى 20 يوم لتنضج مجموعة أخرى من التين. يعني هذا التين ما راح ينضج باستمرار، يعني راح ينضج يعني على فترات وعلى مراحل. المرحلة الأولى نشاهد معكم مثلا هنا نضج حبات التين، هنا مثلا نوع آخر كما قلنا هو النوع جميل جدا. هنا حبات بدأت تنضج، ثم إن شاء الله بعد أيام سوف تنضج هذه الثمار مرة أخرى، وهي ثمار جيدة جدا من حيث الحجم. أيضا هي حبات كبيرة من حيث أنها تصبر حتى وإن نضجت في الشجرة، يعني لا تفسد وتبقى يعني صابرة لمدة أيام حتى يتم قطفها. هي مميزة، سنوفيكم أيضا كيف نلقم هذه أو نطعم هذه الشجرة في شجرات أخرى لشجرة التين، كيف نستفيد من هذه الشجيرة. وهذا النوع لا يتلقح، هذا النوع لا يتلقح يعني ينضج طبيعيا. سنوفيكم بالجديد في قادم الساعات، كل الطيبة كل الخير لكل الفلاحين.